بتوجيهات من جلالة الملك المفدى وبتكليف من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، شارك سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في المؤتمر الثاني رفيع المستوى لإعلان التبرعات المقدمة لدعم المساعدة الإنسانية في اليمن والذي نظمته الأمم المتحدة بالمشاركة مع حكومتي سويسرا والسويد بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وخلال المؤتمر أعلن الدكتور مصطفى السيد عن قيام البحرين بالعمل على إنشاء مركز للقلب للأشقاء في اليمن، وذلك بتوجيه كريم من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، وذلك ضمن استجابة مملكة البحرين للحملة الدولية الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، مشيدا سعادته بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد. كما بيّن الدكتور مصطفى جهود ومساهمات البحرين ممثلة في المؤسسة الخيرية الملكية والتي شملت إرسال 1000 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى التنسيق المستمر والتواصل مع مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة أشاد رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوتشيري بتوجيهات جلالة الملك المفدى ودعمه للأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة الخيرية الملكية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة.